بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم مرة أخرى أحبتنا الكرام، أساتذتنا الأفاضل في هذه الجلسة من جلسات فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. نعم، وفي هذه الجلسة الثانية من جلساته، وهو المؤتمر الدولي 14 للاتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية. نعم، مرة أخرى أحبتنا الكرام نحييكم، أنا محدثكم عدنان قلعجي مديرا معكم لهذه القاعة، ويشرفني ويسعدني أن يكون معنا سعادة البروف سلوان العاني رئيسا لهذه الجلسة. ودعونا أحبتنا الكرام نقوم باستعراض بسيط لنبذة سعادة البروف سلوان العاني. الدكتور سلوان كمال جميل العاني زميل معهد الفيزياء في المملكة المتحدة، حاصل على شهادة الدكتوراه فيزياء الحالة الصلبة من جامعة برونيل من المملكة المتحدة عام 1984، وكذلك حاصل على شهادة الماجستير فيزياء نظرية في جامعة سيري من المملكة المتحدة عام 1981، وشهادة البكالوريوس في الفيزياء كلية العلوم جامعة بغداد من العام 1977، وأيضا في المجلات البحثية منها الخصائص البصرية والكهربائية والمغناطيسية والهيكلية للأغشية الرقيقة الصلبة والمواد الزجاجية وتصنيع الخلايا الشمسية والموصلات الضوئية والأجهزة الإلكترونية، وكذلك الموصلات الفائقة لدرجات الحرارة العالية وتفاعل الإشعاع المؤين مع المادة. وقد أشرف البروف سلوان العاني على أكثر من 55 أطروحة دكتوراه وماجستير، وهو كذلك فائز بجائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان في الوطن العربي في مجال الفيزياء والجيولوجيا للعام 1993 في عمان الأردن. كذلك هو حاصل على لقب الأستاذية بالفيزياء من جامعة بغداد عام 1994، عضو هيئة التدريس في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية وكذلك جامعة صنعاء. هو الوكيل الأسبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، والعميد الأسبق لكلية العلوم بجامعة بغداد، وكذلك التربية في سيئون بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في اليمن. وهو الخبير الدولي في دولة قطر وعضو الأمانة العامة لمنصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية في ماليزيا، ورئيس تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وناشر لأكثر من 200 بحث علمي في مجالات دولية محكمة، حاصل على 5 براءات اختراع في تطبيقات الفيزياء. وقد ساهم سعادة البروف بتأليف عدد من الكتب والكراسات، منها موصلات الألياف البصرية ومبادئ تطبيقات الليزر، مبادئ الإلكتروبصريات، أساسيات العلماء رقم 1 للعام 1993، والتعليمات الخاصة برعاية العلماء المرقمة ب10 لعام 1998 في جمهورية العراق. وقد شارك في الدورة التدريبية للأبحاث الجارية والنظريات الحديثة في فيزياء الحالة المكثفة باستضافة من المركز العالمي للفيزياء النظرية في إيطاليا. نعم، وفي مجال خدمة المجتمع فهو عضو في المنصة أريد للباحثين والعلماء الناطقين باللغة العربية، وأيضا ترأس اللجنة الاستشارية العليا لمنصة أريد حتى العام 2022، وحاليا هو عضو الأمانة العامة للمنصة ورئيس تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا. نفع الله بعلمكم سعادة البروف، ولكم الصلاحية في إدارة الجلسة، فتفضل مشكورا مأجورا. تفضل سعادة البروف، معك الصوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله، وعليكم السلام. شكرا أخي العزيز أستاذ عدنان قلعشي على هذا التقديم، وجزاكم الله خيرا وعلى ما تفضلتم به. ونبدأ على بركة الله هذه الجلسة البحثية المباركة. أود فقط أن أرحب بالزملاء الباحثات والباحثين في هذه الجلسة،
ونتمنى أن نستمع إلى نتائج جديدة لما تمخض عنها بحوث طويلة الأمد والجهد التي إن شاء الله تكون خدمة للمجتمع ولصالح العام. أرجو من الجميع التزام بالوقت، لأن محدد هو نصف ربع ساعة لكل بحث، 15 دقيقة. فهذا الكلام لن أعيده مرة ثانية، لكن الرجاء قبل انتهاء الوقت بدقيقة أو دقيقتين يبدأ الباحث بالانتهاء، يعني بالاستنتاجات وما شابه، حتى نستطيع أن نكون ضمن الوقت المتاح ونسمح للجميع بإعطاء بحوثهم ونتائجهم. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأنا سعيد أن أشارككم هذه الجلسة وأستمع مع بقية الحضور الكرام، وأيضا أرحب بهم. عندنا حوالي 88 مشارك يستمعون لهذه البحوث. نبدأ على بركة الله بالبحث الأول، اللي هو تأثير سماد NPK النانوي وحامض الهيوميك في بعض صفات النمو الخضري والمحتوى المعدني لشتلات التفاح صنف الإبراهيمي. أعتقد ستقدم البحث الدكتورة أشواق وادي مجيد. تتفضل، مشكورة، تشارك الشاشة وتبدأ بحثها. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلي على الله. أستاذة أو دكتورة أشواق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأساتذة الحضور، يسعدني ويشرفني حضوركم لمحاضرتي بعنوان تأثير سماد الـ NPK النانوي وحامض الهيوميك في بعض صفات النمو الخضري والمحتوى المعدني لشتلات التفاح صنف الإبراهيمي. المقدمة التفاح دكتورة من الاسم فضلك، انت العلمي، دكتورة أشواق، من فضلك عرفينا العفو حضرتك من وين، من يا جامعة، حتى الناس تعرف مع من العفو نتحدث. دكتور الدكتور أشواق وادي مجيد من جامعة بغداد، كلية علوم الهندسة الزراعية، تدريسية في الكلية في جامعة بغداد. أهلا وسهلا، تفضلي. المقدمة التفاح هو الاسم العلمي له، مالز دوميستيكا، أن ثمار التفاح لها أهمية اقتصادية كبيرة، لا سيما في البلدان ذات الإنتاجية العالية، إذ يشكل موردا اقتصاديا مهما في الدول المصدرة، لما تتصف به الثمار من قابلية نقل وتخزين لمدة طويلة، كما أن ثماره غنية بمادة البكتين وتحوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات. في عدد من الدول العالم تواجه الأنظمة الزراعية عدد كبير من التحديات، بما في ذلك مشكلة تدهور تغذية بساتين الفاكهة والترب الزراعية نتيجة التلوث بمخلفات الأسمدة الكيميائية. قام بعض الباحثون على إيجاد طرائق لزيادة كفاءة استخدام الأسمدة والتقليل من الفقد والتلوث. دخلت مؤخرا تقنية النانو كوسيلة مفيدة لتطوير الجانب الزراعي، ولا سيما في مجالات التسميد، لأن السماد النانوي هو البديل عن الأسمدة التقليدية بسبب تقليل كمية الأسمدة الكيميائية المستعملة، وبذلك زيادة سرعة امتصاصه من قبل النبات، ومن ثم زيادة القدرة على تخزينها داخل النبات لمدة أطول، وتحسين جودة المحاصيل وضمان استدامتها وزيادة الإنتاجية. كما أن بالنسبة للعامل المستخدم أيضا، حامض الهيوميك يعد مادة دوبالية تتكون من مجموعة من المركبات المتحدة ذات الأوزان الجزيئية العالية، ومادة الدوبال هي محصلة للتحلل الحيوي لمادة الترب العضوية، كما يعد وسطا ناقلا للمغذيات من التربة إلى النبات، كما يفكك التربة ويحسن خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والغذائية، بتحطيم جزيئات الطين
ويزيد سعة الاحتفاظ بالماء. هدف الدراسة: من خلال الدراسات السابقة هدف البحث إلى زيادة النمو الخضري والمحتوى المعدني لشتلات التفاح من خلال الإضافة الأرضية والرش للسماد النانو الـ NPK وحامض الهيوميك، فضلا عن ذلك تحديد الطريقة الأنسب للإضافة. المواد وطرق العمل: تم تنفيذ البحث على شتلات التفاح صنف الخضري والمحتوى المعدني لشتلات التفاح من خلال طرق الإضافة للسماد النانوي وحامض الهيوميك باستخدام عاملين. تضمن العامل الأول سماد النانو بثلاث مستويات، هي 0 من دون إضافة و2 مل لكل لتر و5 مل لكل لتر، ورمز لها بالرمز الان 0 والان اف والان اس. العامل الثاني حامض الهيوميك ايضا بثلاث مستويات، هي 0 من دون اضافه و2 غرام لكل شتله و10 غرام لكل شتله، ورمز لها بالرمز الاتش 0 والاتش اف والاتش اس. صممت هذه التجربة عاملية بعاملين على وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشات وبثلاث مكررات وشتلتين للوحدة التجريبية الواحدة، وبذلك يكون عدد الشتلات 54 شتلة. الصفات المدروسة لهذه البحث هي معدل طول الساق الرئيس ومعدل عدد الأوراق ومعدل عدد الأفرع الرئيسية، 4 محتوى الأوراق من الكلوروفيل، محتوى الأوراق من العنصر النيتروجين، وأيضا محتوى الأوراق من عنصر الفسفور، و7 محتوى الأوراق من عنصر البوتاسيوم، 8 تركيز المركبات الفينالية الكلية في الأوراق. النتائج والمناقشة: جدول 1 يبين أن تأثير سماد النانو الـ NPK وحامض الهيوميك في معدل ارتفاع الساق لنمو شتلات التفاح. من خلال الجدول يبين أن لسماد الـ NPK النانوي تأثير معنويا على محتوى شتلات التفاح، فقد بينت المعاملة الإضافة الأرضية للسماد النانوي أعلى معدل قياسا بمعاملة المقارنة والرش ومعاملة الرش الورقي. أما بالنسبة لحامض الهيومك فقد أعطت معاملة الرش الورقي لحامض الهيومك أعلى معدل قياسا بمعاملة الإضافة الأرضية للهيومك ومعامل المقارنة. وبالنسبة للتداخل فقد أعطت معاملة التداخل بين الإضافة الأرضية للسماد النانوي والإضافة الرش الورقي للهيومك أعلى معدل قياسا ببقية المعاملات والمعاملة من دون إضافة. الجدول الثاني تأثير سماد النانو الـ NPK وحامض الهيوميك في محتوى الأوراق من الكلوروفيل لنمو شتلات التفاح. بينا من خلال الجدول أن لحامض النانو الـ NPK تأثير معنوي، فقد أعطت معاملة الإضافة الأرضية للنانو الـ NPK أعلى معدل قياسا بالمعاملة المقارنة. وبالنسبة للعامل الآخر حامض الهيومك فقد أعطت الإضافة الأرضية لحامض الهيومك أعلى معدل قياسا بمعاملة المقارنة. وبالنسبة للتداخل فقد أعطت معاملة التداخل بين الإضافة الأرضية للسماد النانوي والإضافة الأرضية لحامض الهيومك أعلى معدل قياسا ببقية المعاملات وعامل المقارنة. جدول 3 تأثير سماد النانو الـ NPK وحامض الهيومك في محتوى الأوراق من الفينولات الكلية لنمو شتلات التفاح. فقد أعطت معاملة الإضافة الأرضية للسماد النانوي الـ NPK أعلى معدل قياسا بمعاملة المقارنة، والعامل الآخر حامض الهيومك أعطت معاملة الإضافة الأرضية للهيومك أعلى معدل قياسا بمعاملة المقارنة من دون إضافة. أما بالنسبة للتداخل في المحتوى الأوراق من الفينات الكلية فقد أعطت معاملة التداخل بين الإضافة الأرضية للنانو الـ NPK والرش الورقي لحامض الهيومك أعلى معدل قياسا ببقية المعاملات وعامل الإضافة عفوا ومعاملة المقارنة من دون إضافة بالنسبة للفينولات الكلية.
ومن هنا تنتهي محاضرتي لهذا اليوم، وشكرا لإصغائكم. شكرا دكتورة على العرض الشيق اللي تفضلتي به، وعلى التزام حضرتك بالوقت، وسنترك شكرا لك. الأسئلة إلى نهاية الجلسة لأي سؤال أو استفسار. بس السؤال يعني الوحيد اللي أسأله، هل هذا البحث تم ستنشروه ضمن منصة تريد، لو أو لديكم فكرة نشره في مجلات أخرى؟ سؤال يعني مجرد عام. لا، إن شاء الله سوف يتم نشره في مجلة أريد الدولية. طيب، إذا هكذا إن شاء الله إحنا يعني بعد ما يكمل البحث يرسل لنا بصيغة القالب مال المجلة، وإحنا نخضع إلى محكمين إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. بارك الله بيك، وإن شاء الله دائما تركزون على ما هي النتائج اللي حصلتوها، تميزها عن النتائج السابقة، يعني باستخدام السماد النانوي أو بالتقنيات اللي تفضلت بيها. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. البحث الثاني سيكون Impact of Probiotics and Symbiotic on Weight Loss in Overweight or Obese People. A review. هذا review article قدمها الباحثة يسر محمود أو الباحثة لما، لا أعرف من الموجود من الباحثات. نعم دكتور، موجودة معنا المهندس لمى أظن. لما بس تجاوبني، لما موجودة مهندسة لما؟ نعم دكتور موجودة. يا مرحبا، أنا تفضلي. عندي مشكلة بالإنترنت وبمشاركة البحث، يعني ما أعرف. تحبين يعني نأجلك الآن؟ بس يعني طريقة المشاركة كيف تكون؟ شير سكرين، عندك هاي إشارة على الشاشة باللون الأخضر، بس افتحي الباوربوينت مع البحث وسوي بالهذا الأخضر شير سكرين، نعم مشاركة الشاشة، واختاري الملف المطلوب. خليك معك أستاذ عدنان إذا ممكن، يعني ما أدري حضرتك موجود، نعم نعم سعادة البروف. مو هكذا هو المطلوب صحيح؟ نعم 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 عفوا أستاذة لما، افتحي الباوربوينت، الملف اللي تريدين تعرضيه، ومن نعم ثم دكتور فتحته. نعم من شاشة الزوم اضغطي على شير سكرين، من برنامج الزوم نعم اضغطي على شير سكرين، موجود بأسفل البرنامج الزوم، زر أخضر مكتوب عليه شير سكرين. دكتور بدأت أشوفه بس حقيقة ما، حضرتك من الحاسوب تشتغلين؟ نعم طيب، بس برنامج الزوم حضرتك أمامك الآن، في بأسفل نعم برنامج الزوم موجود شير سكرين. نعم نعم، بس اضغطي عليه ومن ثم اختاري الشاشة، خلاص تطلعي منه خلاص. يعني مهندسة لما، أنت مهندسة حضرتك، من تضغطين يطلع طيب عندك بدأ الدكتور. نعم بدأ إيه هي الدكتور. يعني، مهم هذا؟ دكتور إيه أيوة ظهر ظهر نعم الحمد لله، بس عرفينا بنفسك وعملك وتتفضلين في إلقاء البحث. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بجزيل الشكر على القائمين إلى هذا المؤتمر المتميز. أنا مدرس المساعد لمادة إبراهيم، تدريسية في كلية التربية الأساسية حديثة جامعة الأنبار.
اليوم راح أقدم ريفيو مراجعة بعنوان تأثير البروبايوتيك والسين بايوتيك على فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ريفيو طبعا. Impact of a probiotic and synbiotic in weight loss, overweight or obese people. Introduction. Obesity is major مهندسة global health. لمى، من فضلك مهندسة، ممكن تسوي لنا تغيير السلايد؟ نعم. يعني السلايد الأول أو الثاني، الآن تتكلمين عن أي سلايد؟ Introduction. Obesity is a major global health problem reaching epidemic proportion. The World Health Organization estimates that over 615 million adults are living with obesity, putting them at an increased risk of developing chronic disease such as heart disease, stroke, type 2 diabetes, and certain cancers. Gut microbiota is a trillion of bacteria residing in our intestinal has emerged as a critical player in human health and disease, including weight management. Research suggests a link between an imbalance in gut bacteria and the development of obesity. The review aimed to examine the potential of a probiotic and synbiotic live microorganisms believed to offer health benefit in promoting weight loss in overweight or obese individuals. Methodology include research major database such as Web of Science, Scopus, using keyword like proportion, symbiotic, weight loss, overweight, and obesity. عفوا الصوت واضح؟ نعم واضح، تفضلي تفضلي، واضح. Only randomized a controlled trait with participants classified as overweight or obese were included. Data on author data طبعا include on author صوت انقطع مهندس سلامة. مهندس سلامة، نعم انقطع كأنه في خلل تقني دكتور. أي نعم، ننتظر دقيقة إلى أن ترجع إن شاء الله. نعم عادت معنا المهندسة لما تفضل. موجودة لما؟ مهندس لما؟ أستاذ عدنان، نروح إلى البحث التالي. نعم سعادة البروف، نعم وأفضل حضرتك، إلى أن ترجع المهندسة. أي نعم حضرتك حتى نستغل الوقت سعادة تمام، البروف، نعم، إذا تمام. البحث الثالث لحين ما ترجع المهندسة لما، أسباب دوالي الساقين ومضاعفاتها وطرق مستحدثة للوقاية والعلاج بطرق غير دوائية. الأستاذة الدكتورة عزة عبد المنعم علي، صح؟ موجودة الأستاذة الدكتورة عزة؟ لديها صلاحية الإجابة أستاذ عدنان؟ كأنه غير موجودة، أيضا صار عندها خلل فني وخرجت كأنه ما موجودة؟
غير موجودة. نعم دكتور غير موجودة. تمام. إذا نروح إلى البحث الرابع، ابتكارات في تحسين أمان وفعالية جهاز الحقن الوريدي والكانيولا الصديقة للوريد. نفس الباحثة أيضا ما موجود، هذا البحث أيضا لعدم وجود الباحثة حاليا. البحث الخامس، عفوا دكتور، لو نأخذ مداخلة الأستاذ ثائر العروض لأنه موجود معنا حاليا. عن شنو؟ ثائر يعني مشارك في البحث؟ نعم، مشارك في القضاء على البطالة في الوطن العربي، البحث الثامن. بجوز الآخرين موجودين أستاذ عدنان. ما موجودين دكتور، لا للأسف شفت ما موجودين. تمام. إذا الثامن، القضاء على البطالة في الوطن العربي في ضوء التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات تحقيقها. الباحث ثائر محمود كامل العرود. موجود أستاذ ثائر؟ الباحث ثائر موجود من فضلك؟ أستاذ ثائر موجود وفاتح الكاميرا. أستاذ أنا ثائر بشوف معنا؟ صورته بالكاميرا، نعم، بس مدى يجيب علينا. لو تعطيه صلاحية فتح المايك لأنه مغلق المايك تبعه. لا لا، هذا موجود دكتور، منطي صلاحية كاملة. إذا جزء مدى يسمعنا. أستاذ ثائر، بس لو تفتح المايك فضلا، الصوت غير واضح. أستاذ ثائر، هو سوى شيرنج يمكن على الشاشة، صح؟ أي نعم دكتور، أي نعم أعتقد فتح المايك دكتور. الآن. نعم. من معنا من فضلك أو فضلك؟ أستاذ ثائر تسمعني؟ احنا نتكلم بالذكاء الاصطناعي وبدنا من اتصال على المنصة. نعم دكتور. طيب مدى يأمن يجوز؟ ما عنده أيضا صوت أو مشكلة بالصوت. من عندك أحد موجود من الجدول؟ طيب، في الأستاذة زينب الحسيني. موجودة دكتورة زينب؟ دكتورة زينب موجودة؟ ما موجودة. ولا المجموعة البحثية اللي هو سهير أو أحمد أو إبراهيم؟ اي نعم دكتور، ماكو احد. ماكو حد. طيب أستاذ طيب ثائر اساتذتنا تسمعني؟ الافاضل، يعني عذرا، عفوا سعاده البروف، اذا احد من الباحثين معنا يعني يرجو فقط رفع اداه اليد حتى نعطيكم الصلاحيه وتتفضلوا بالمداخلات. في عادت معنا الاستاذه لما، ما ادري تسمعنا استاذه لما؟ مهندسة لما تسمعينا؟ ما حد يسمع. عايشين اليوم الجلسة مو صحيحة. سبحان الله، بالبث التجريبي كلهم يعني دخلوا معنا. طيب هسه من الباحثين اللي موجودين التسعة حتى نقدر نقدمه، من موجود؟ الثار أرسل رسالة تشوفها أستاذ عدنان. نعم دكتور. شوف ما أدري رسالته صوتية، عنده المشكلة شنو؟ ما جاي يظهر صوته، حتى بالواتساب ماكو صوت دكتور. أعطيني الصلاحية يا دكتور. يقول لك أعطيني الصلاحية الرجل ده. نعم، يعني أعطيه الصلاحية.
هسه كتبها كتابة وصوت يعني. أستاذ ثائر، الصلاحية معك كاملة، بإمكانك مشاركة العرض وبإمكانك فتح المايك، تفضل. المايك يظهر أنه مفتوح عندنا أستاذ ثائر. ممكن تجاوب على الواتساب ايضا استاذ عدنان، نعم دكتور. بس قل له انه هذا الكلام يجوز مدى يسمعه. طيب استاذ عزه مو موجود، الدكتور عزه. استاذ دكتور علاء موجود؟ أستاذ دكتور علاء هاشم، الباحث حمزة العلي موجود، الدكتور دكتور صالح خلف عطية موجود، دكتور صالح خلف عطية موجود، أستاذ تار مدى يأمن اتصال، نعم دكتورة دكتور. زينب حسيني موجودة، ما موجود أحد من عندهم دكتور، سبحان الله، كأنه في خلل فني بالمجموعة كاملة. طيب هم المفروض الآن جاهزين كل يعني الباحثين، نعم دكتور. يعني احنا ما نريد ننهي الجلسة وجماعة بعد ما قدموا الشيء المطلوب. نعم. طيب إن شاء الله أحاول أتواصل معهم على الواتساب، ودقائق وأعود إليك إن شاء الله اي دكتور. تفضل، يعني انت انتظارك، تفضل يعني اذا ممكن على الواتساب شوف رسالة صوتية من فضلك او شيء حتى يعني نوصل الى فد نتيجة بين ما المهندس سلمى تأمن اتصال معنا. أستاذ ثائر، بس لو ترفع أداة اليد حتى أعطيك الصلاحية للاشتراك الثاني. أستاذ عزة معنا، تفضلي. أستاذ عزة تسمعيني؟ ما أعرف هل الصوت غير واضح؟ أنا السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله. وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا وبس أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد. النت عندي فاصل، فأنا كلمت الأعطال
وربنا يهيئ اللي فيه الخير. اللهم آمين. طيب تفضلي سعادة بروف، معنا سعادة بروف اي سلمون. نعم موجود. منو معنا الدكتور عزة؟ دكتورة عزة عبد المنعم حسن السجاعي، في عندها بحثين سعادة البروف. نعم علي حسن السجاعي. ايوه محمد. هل الاسم أستاذة الدكتورة عزة عبد المنعم علي صح؟ علي حسن السجاعي. ايوه أهلا محمد. وسهلا، ممكن تسوين مشاركة للبحث الأول؟ ايوه مع حضرتك يا فندم. لا هذا اللي عندنا مع المهندسة لما. ده ما بيقولوا احنا عايزين الدور. دكتور سامعني؟ أسامعك من أستاذ ثائر. تفضل دكتور. حضرتك ثائر؟ أي ثائر دكتور، سعادة البروفيسور، نعم. أهلا وسهلا، شاركنا بالبحث حتى نقدم حضرتك. بس تحملني سعادة البروفيسور بس دقيقتين، نعم. لأنه أنا طلعت من الزوم ورديت دخلت مرة ثانية. طيب نقدر ناخذ دكتورة وبعدين أنت ولا تفضل. مستنى؟ خليه هو تفضل الأول. تفضل. محمد هو الأول ولا احنا؟ ما في مشكلة دكتور. محمد إذا تدخل على خيرا. السريع الدكتورة تقولي تفضل أستاذ ثائر، إحنا ما عندنا مشكلة. طيب خليك معايا. أي واحد يسوي شيرنج للسكرين حضرتك يا فندم. يتفضل. ايوه مع حضرتك يا دكتور. طيب ماشي سوي اتفضل. شيرنج لأستاذة الدكتورة عزة من فضلك. طيب لحظة محمد اعمل شيرنج. محمد سامعني؟ اعمل شيرنج يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد دكتورة عزة سنتر. افتحي برنامج الباوربوينت لطفا، ومن ثم اعملي مشاركة للشاشة في ببرنامج الزوم، زر أخضر في أسفل الشاشة يرجى الضغط على شير سكرين، لكن قبله يجب طيب فتح برنامج الباوربوينت. تمام. تفضل محمد هيشارك الشاشة معك. تفضل. محمد ما هيشارك الشاشة. دكتورة ما نعرف من محمد. طيب لحظة البحث الثاني يعني نعرف حضرتك هو هذه الفور. محمد الباحث المشارك وياك. أيوة البحث المشارك. طيب يا أستاذ محمد أسعفنا بمشاركة البحث على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الله إذا ممكن بس تسوي مشاركة البحث يا أستاذ محمد. حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا الأستاذ الدكتور عزة
ايوه مع حضرتك. طيب تفضلي عرفي بحضرتك يعني والباحثين في المجموعة اللي تعملون عليها انت كلية طب الأسنان صح؟ انا استاذ في كلية طب اسنان جامعة طنطا. أهلا وسهلا، تفضلي أستاذة الدكتورة عزة، تفضلي. تمام. أسنان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. هنتكلم عن أسباب توالي الصفين ومضاعفاتها وطرق مستحدثة للوقاية والعلاج. باحث أول دكتورة عزة عبد المنعم علي حسن الشجاعي، أستاذ في كلية طب الأسنان جامعة طنطا. نيكست يا محمد. مش ما وصلتليش. بحث تاني محمد جمال عبد الشافي فرج. السكرين يا محمد. رجاء دكتور، انا عملت ريز هاند من اكونت تاني، فاستاذن حضرتك بس عشان الشير سكرين تفضل تفضل اعطيتك نقبل السلام. منه الشير. تفضل استاذ عدنان معاك، بس انت افتح الباوربوينت، انت فتحه واختفى. نعم اعطيتك الصلاحية دكتور محمد تفضل. لا إله إلا الله. دكتورة حضرتي طبيبة أسنان؟ أوه نعم. بس البحث ما له علاقة يمكن بطب الأسنان صح؟ والله هو أنا كمخترع مقدمة في أكتر من مجال، يعني في ما مجال شاء طب الله في مجالات تانية مختلفة عن طب الأسنان. ممتاز، يعني مالتي ديسيبلينري. الحمد لله بفضل الله. هو بدأ، تفضلي، هذا الشيرنج صار الشاشة بس، يعني روحي على النكست، يعني نكست سلايد. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عز عبد المنعم علي السجاعي، أستاذ كلية طب الأسنان. محمد نزل إيدك بقى. أستاذ كلية طب الأسنان جامعة طنطا. هنتكلم النهاردة عن أسباب توالي الصفين ومضاعفاتها وطرق مستحدثة للوقاية والعلاج. نيكست. نيكست سلايد يا محمد، استاذ محمد. باحث مشارك، باحث ماجستير محمد جمال عبد الشافي إبراهيم فرج، جمهورية مصر العربية. باحث ماجستير الإعلام الرقمي، كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، جامعة السويس. نيكست. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الجنين وبدأ الجهاز الدوري من الجنين، يعني لما زي ما احنا شايفين كده الجنين، وده الجهاز الدوري، وفي قلب بينبض. القلب، الدورة الدموية للجنين بتعتمد على قلب الجنين مش قلب الأم. لكن نكست يا محمد، تبادل الغازات بيكون عن طريق المشيمة، يعني طبعا الطفل في الرحم مش بيتنفس، بيحصل تبادل الغازات لدم الغير مؤكسل اللي هو فيه ثاني أكسيد الكربون عن طريق المشيمة،
بيخرج الدم وبيتبادل الغازات ويرجع دم تاني للجنين بعد ما خد الأكسجين من دم الأم. يعني تعتبر الأم هي الرئة للجنين. نكست يا محمد. في عندنا في الجهاز الدوري، في عندنا القلب النابض، وفي عندنا الجهاز الدوري بيتكون من شبكة، ده في الجسم كله. لا اللي فاتت يا محمد، خلينا في اللي فاتت يا محمد. طبعا عشان نتخيل الدواء دي بتتكون ازاي، احنا في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، لما بنيجي نسحب دم سواء من كف الايد او من الذراع من فوق، بنضطر ان احنا نعمل تايت او بنربط عشان نعمل بروز للاوعيه الدمويه للاورده الوريد اللي هسحب منه. ففي الحاله دي التايت او الربط ده بيساعدني ان انا اعمل بروز للاورده، لكن في نفس الوقت بيأثر لي على كل الاوعيه الدمويه اللي موجوده في المكان ده، سواء اذا كان في كف الايد او اذا كان في الذراع من فوق. بعد بيعمل سحب للدم، ممكن يبقى فيه جزء تجمع دموي، او بعد فترات بيبقى منظر الايد زي ما احنا شايفين كده في زرقاء او تجمع دموي. الربط مش بيأثر على ان هو بيبرز لي الأوردة السطحية بس، لا بيكون كمان بيأثر على دورة الجهاز الدوري كله في المنطقة دي. نكس يا محمد اللي بعديها. في عندنا حاجات بتأثر على الدورة الدموية تأثير سلبي، فإحنا عندنا دلوقتي ممكن يكون وضع النوم الخاطئ، أو يكون الأساتك بتاعت الحفاضات ده من أول الجنين، إحنا من أول الطفل، إحنا بنبتدي من أول الطفل، فلازم الأم تكون بتقلب الطفل، ما تسيبهوش على مكان واحد بس. وبالنسبة للأستك، في عندنا هنا الطفل عامل كروس أو تقاطع للقدمين، فهو كده بيبقى ضغط قدم على قدم، فالقدم في واحدة منهم ضغط على القدم الثانية، طبعا بيبقى في تأثير على انسياب الدورة الدموية. في الرجلين لو جينا نشوف اللي بعديها نيكست، الأساتك في الحفاضات والأستك بتاع الجورب الأطفال، وإذا كان الملابس في ضيق في الملابس أو الجوارب سواء إذا كان قصير أو وسط أو طويل، الأساتك بتاعتها ممكن تبقى ضغط على الدورة الدموية، هتأثر على انسياب الدم وسريان الدم في الدورة الدموية كلها. يعني هو مش هيأثر على الأوردة السطحية بس، لا كمان هيأثر أكيد على الأوردة الداخلية، بدليل إن ممكن في بعض الأبحاث بيقول إن في جلطة دموية عميقة. نكست. نفس الكلام بنشوفه لما بنيجي نقيس الضغط، يعني لما حد بيكون بيتمرن إن هو يقيس الضغط، فبيربط القاب بتاع الجهاز، وفي الحالة دي بيضغط بيقفل الدورة الدموية في المكان ده، بحيث ان هو بيقيس ضغط الدم وقت ما يكونش فيه صوت، وبعد كده لما بيفرغ الهواء فبيبتدي يبقى فيه النبض، بيسمع ضربات القلب، فيعني كده ان هو بيتقفل كمان الشريان معانا، بيقفل الاتنين الدورة الدموية كلها. ولما بيفتح بيبتدي الدم يتحرك ونحس بيسمع نبض القلب. فكده لو في حد وطول في وهو بيتمرن طول في الوقت بتاع قياس الضغط، بيبقى فيه زرقة في الإيد، وممكن يبقى فيه تنميل ووجع، وبيستمر التنميل والوجع بعد
قياس ضغط الدم. من الحاجات اللي بتساعد على بتأثر على الدوالي أو بتساعدنا، بيبقى فيه عدم سيولة في انسياب للدورة الدموية. هو عذرا بس عشان النت عندي فأنا في بعض قلق شوية. لو جينا نشوف الطفل وهو قاعد على قاعدة الحمام، في كده ضغط من قاعدة الحمام على نص الساق، فده كده هيؤثر على شريان الدورة الدموية. ففي الحالة دي برضو الطفل في قاعد وماسك الموبايل وقاعد على القاعدة، ففي برضو ضغط على الفخذ، يعني ممكن يكون في ضغط على الفخذ أو نص الساق، ودي كده وضع غير صحيح، غير سليم يعني، غير صحي. فالأفضل إن يكون في كرسي يسند الرجل بحيث إن هو بيرفعها عشان ميبقى فيش في ضغط على الفخذ أو على الساق، فما يأثرش على سريان الدم. طبعا في الطفل بيكون في نمو، فالدورة الدموية بيتغير الأنسجة بتاعت الجسم كله، يعني بتبقى فيه تجديد وفي نمو، ده هنتكلم عليه برضو بعد كده. لو جينا نشوف هنلاقي فيه شخص بالغ قاعد برضو على الحمام وحاطط الكرسي رافع رجليه، لكن في ضغط من الدراع والكوع، فده كده لا يستهان به. الضغط من الدراع والكوع بيأثر على انسياب الدورة الدموية. في عندنا برضو شخص بالغ وقاعد وماسك الجورنال، فهو كده قاعد فترة طويلة أو بيتسلى، لكن في نفس الوقت في ضغط من قاعدة الحمام على الفخذ من أسفل، وفي نفس الوقت البنطلون لو موجود فوق الفخذ من فوق نص الفخذ هيبقى كده في ضغط، كأنه عامل زي رباط الضغط بتاع رباط جهاز الضغط، قياس الضغط. في نفس الوقت لو البنطلون نازل شوية هيبقى برضو كأنه واخد الرجلين وعامل زي رباط الضغط. برضو في الصور اللي بعد كده نفس الكلام، يعني كده في قاعدة الحمام ضغط على الفخذ، والبنطلون بيبقى عامل زي الرباط بتاع جهاز الضغط، وده واخد الرجلين مع بعض. في الحالات اللي هي بيقعد حاطط رجل على رجل كروس للرجل يعني، فهنا دلوقتي اللي قاعد في ضغط من هنا ما قاعدين على كنبة أو متكأ، ففي ضغط من المتكأ على الرجل السفلى والسفلية، وكده في ضغط على الدم من المتكأ، وفي نفس الوقت الرجل العليا كده هتبقى ضغطة بوزنها على الرجل الأسفل منها، فكده هيبقى فيه عدم انسياب للدورة الدموية. والكل فعل رد فعل. استاذ عزه من فضلك، انا ايوه امامي سلايد واحد، هذا الكلام كله تتكلمين على سلايد واحد؟ ايوه في صور مختلفة حضرتك اللي في تمام، انا جهاز اشوفها الضغط. بس انا اريد استفاد من الوقت لان عندي في بحث ثاني، الله يحفظك. ف ايوه يعني ماشي. نذهب الى هذه الابيض ثواني. العمل اللي سويتوه والنتائج اللي حصلتوها، الله يحفظك. طيب تمام. طيب هو كده في عندنا الخلايا الجذعية بتعمل على تجديد التالف من الخلايا التالفة في الجسم اللي بعديها يا محمد. نكست. فكده عندنا بين الجهاز الدوري والأوردة في القدم، وزي ما قلت بيبقى فيه تجديد في النمو في مراحل الجسم، وفي هدم في الأطفال بيبقى فيه التجديد والنمو، كل ما بيكبر بيبقى الهدم أكتر. نكست يا محمد.
الدوالي، في دوالي وريدية ودوالي شبكية ودوالي جذع، والقصور الوريدي والقرحة. بعديها يا محمد، نفس الكلام بالنسبة لأوضاع الضغط اللي بتعمل الدوالي، لأن هو اللي بيقولوا دايما الدوالي نتيجة الأسلك، نتيجة القطع بتاع الوقوف، لكن ما فيش تفصيل للسبب بتاعها. برضو اللي هنا اللي رافع رجله وعامل كروس للقدم، فبيبقى فيه برضو عدم انسياب للأوردة الدموية في الاتنين. اللي بعديها يا محمد، اللي قاعدة بتعمل على الكمبيوتر برضو كروس، أو وهي لابسة شوز كعب عالي، فبرضه هيأثر على الأصابع والقدم. اللي بعد يا محمد، بالنسبة للدوالي بيبقى فيه ضغط على الفخذ أو القدم، فكده بيبقى فيه بروز زي ما قلت في الأوردة، لكن أكيد فيه تأثير للأوعية الدموية الداخلية. اللي بعديها محمد، هنا كده فيه انسياب الدم الطبيعي، وطبعا مع الدوالي هيبقى في تغير في شكل الوريد، فهيبقى تغير في انسياب الدم وصعوبة في انسياب الدم. اللي بعد يا محمد، برضو بالنسبة لرفع الأثقال، لو هو مش مستعد رياضيا ومش مؤهل جسمه، فهيحصل دوالي. بعد يا محمد، في الأم برضو الدوالي ضغط على الأوردة الدموية في الرجل. بعد يا محمد، إزاي نتجنب كده الأثر بتاع الدوالي؟ بعد يا محمد، بيبقى فيه تمارين رياضية، أو في وضع النوم بيستلقي الإنسان وبيرفع رجله على وسادة. هنا حتى الوسادة الوضع مش مظبوط، لأن هي في ضغط على الجزء الساق قرب القدم، فهو المفروض يبقى ساند كمان القدم عليها، أو هتبقى رافعة رجلها على الكرسي. الكرسي صح، هنا كده ساند القدم في القعدة على الحمام، ما يبقاش فيه ضغط من الدراع، بس طبعا ده شيء نحاول نتجنبه. بعد يا محمد، في سراير المستشفيات او كده. اللي بعديها، احنا حاولنا ان احنا نعمل سرير، لو تقدر تشارك الصورة بتاعته يا محمد، في سرير لمنع وعلاج دوالي الساقين. في الحالة دي السرير ممكن أرفع الظهر بتاعه للحالات اللي فيها عندهم هبوط في القلب أو ضعف في عضلة القلب أو حالات الأزمات، فما بينصحش إن هو يبقى نايم أو ما بيقدرش ينام نوم كامل، فبيرفع الظهر في وضع نص قعدة، وهيبقى الجزء الثاني ناحية القدم بيبقى فيه جزء يترفع ساند الفخذ، يرفع الفخذ لفوق، وفي جزء تاني هيبقى أفقي، يبقى زي المخدة اللي شفناها قبل كده، يبقى ساند الساق، بحيث ان كده هرفع الساق لأعلى، يبقى كده هساعد ان الدم يرجع، لان الانسان وهو واقف او في اي وضع بتبقى الدورة الدموية لتحت، وبيبقى كمان تأثير الجاذبية الأرضية، فبيبقى فيه صعوبة لان الدم يرجع. لما بنرفع الرجل يبقى كده هنساعد ان الدم ان هو يرجع، وفي نفس الوقت التأثير السلبي للصمام في الأوردة، بتكون الأوردة صمام متأثر فما بيساعدش على رجوع الدم للقلب، فلما هرفع الرجل هيساعد على إن القلب يبتدي الدم يرجع تاني للدورة الدموية، يرجع للقلب.
ففي عندنا سريرين عملناهم، واحد يدوي بحيث ان المرافقين للمريض هم اللي يظبطوا له السرير. طبعا لو رفعنا ظهر المريض او رفعنا رجليه، لا مش السرير ده، السرير بتاعنا احنا. نتوقف هنا دكتورة من فضلك، ننتهي من بعدين البحث الأول. لا خلاص، ده هو انا قربت اخلص، هل فكده هذا هيبقى في بحث ثاني ولا لا؟ في بحث تاني تبعي. فهو بعده. كده هيبقى في السرير واحد يدوي للمرافقين بيساعدوا المريض، وفي واحد تاني بالكهرباء اذا كان الحاله الاقتصاديه اعلى شويه بيرفعوا بالكهرباء، وممكن يكون زراير الكهرباء دي تتحط جنب المريض بحيث ان هو يقدر يحرك نفسه في الوضع اللي هو مرتاح ليه. لو كان المريض فايق ويقدر يحرك السرير. في عندنا كمان وسادة عاملينها بحيث ان هي تبقى سنادة للقدم، ممكن تبقى محمولة، يعني تقدر اي حد ياخدها معاه في اي مكان، متنقلة دي ترفع القدم عن الارض، وفي نفس الوقت في وسادة على الهوائية على الكرسي بحيث ان كده ترفع لنا الفخذ والساق، ما يبقاش في ضغط على الأوردة الدموية، ويبقى في سهولة انسياب للدم في الأوردة الدموية، ويرجع للقلب الدم عادي، ما يبقاش في عندنا دوالي ولا تأثير على الأوردة الداخلية. معنى ان في تأثير على الأوردة الداخلية ان في ركود للدم، معنى ان في ركود للدم ان القلب بيضطر ان يضخ اكتر عشان يقدر يدفع الدم اللي راكد ده، يبقى كده هيأثر على عضلة القلب، وفي نفس الوقت ركود الدم هيأثر على كل أجهزة الجسم. احنا في عندنا في المجال الطبي بيقولوا مش معروف السبب، فممكن يكون من الأسباب ان ركود الدم نتيجة للدواجن. طيب، شكرا 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 استاذ جزيلا الدكتور لحضرتك، عزه، شكرا جزيلا لان الوقت لحضرتك. احنا عندنا وقت محدود وبعد عندنا عده بحوث الله يحفظك، فنكتفي كده بهذه خلصنا، احنا كده خلصنا، اي طيب شكرا، اشكرك احنا جدا. كده خلصنا الدوالي. هل في عندنا بحث تاني اللي اسمحي هو لي نشوف باحث اخر ونرجع لك الله يحفظك؟ ممكن نشوف باحث طيب اخر ونرجع على حضرتك؟ خلاص، تمام. من فضلك، شكرا شكرا. نشكر الأستاذ الدكتور عزة والباحث محمد على ما هذا الشغل مالتهم الخاص بالدوالي، وإذا كان موجود الباحث ثائر، إذا موجود يسمعني. موجود دكتور، طيب، موجود، أهلا وسهلا سامعني؟ بك، أسامعك سامعك وشايفك يا رب يطول وفوقك لا إله إلا حبيبي، الله محمد رسول الله. دائما حياك الله. وابدا لا اله الا الله محمد رسول الله. شاركنا البحث، شاركه على السكرين يا بس ان شاء الله. حتى نستعرض ويا حضرتك. قدم اسمك وعنوانك وتتفضل بإلقاء البحث. طلع البحث دكتور؟ ما ظهر لحد الآن. سويت مشاركة للشاشة؟ عملت لم يظهر بعد البحث. هل انت دكتور فاتحه مسوي له مشاركة فاتح الباوربوينت؟ فاتح طيب، سوي له مشاركه شير سكرين هذه باللون الاخضر، واضغط على الملف اللي انت فاتحه. طيب، ظهر العرض اللي هو قضاء، إذا ممكن
رجعها. عفوا أستاذ ثائر، لو أمكن إرسال الملف الباوربوينت وأنا أعرضه من عندي. أستاذ ثائر وين وصلت؟ تسمعني يعني اللي صار ثائر؟ الآن ظهر عندنا العرض. دكتور نعم ظهر، تفضل بعد ثار، تفضل بس غير العرض، غيره يعني السلايدات ابتداء من ذهب البحث دكتور. اسم حضرتك ومكان عملك، تفضل. يا غيرت سلايدات. اوكي تفضل يا طيب، أستاذ أول ثائر. شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله، وأنتم بخير. ويعني سامعني دكتور؟ دكتور نعم سامعني؟ نسمعك، تفضل تفضل يا أخي العزيز، تفضل. إيه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تحية إجلال واحترام إلى قامات الوطن العربي وإلى منصة أريد التي تحوي حقيقة من القامات ومن العلماء ومن الهامات، حقيقة ما يجعل الوطن العربي ونحن كأبناء الوطن العربي بحاجة إلى هؤلاء القامات العظام. معكم ثائر محمود كامل العرود من المملكة الأردنية الهاشمية، البحث والقضاء على البطالة في الوطن العربي في ضوء التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات تحقيقها، رئيس منظمة توحيد الشعوب العربية. بعد بدء دكتور، أبدأ وأقول في مقدمة ورقة البحث: لكي نستقبل أحداث التطور العلمي التقني خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وهي قاعدة أساسية، ونحن أمام الثورة الرابعة، الثورة الصناعية دكتور، فنحن بحاجة حقيقة في ظل تطور الحاسوب ووسائل الاتصال، أصبح الآن علينا اليوم كجنس بشر اليوم ملزمين دكتور أن نهتم بموضوع الفقر والبطالة التي يعاني منها شبابنا، كون أننا اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة من التكنولوجيا المعلومات، واهتمام كل من الجماعات العلمية والمجتمع السياسي بتلك المشاكل، وخاصة في ظل غياب طريق واقعي لحل مثل تلك المشاكل البينية أو البيئية. وتبنت غالب الدول الصناعية المتقدمة في النصف الثاني من القرن العشرين طريقة التقدم المتنامي في العلم والتقنية وأساليب الإنتاج، مما أدى إلى بروز ما يصبح ما يعرف بمجتمع المعلومات أو المجتمع ما بعد الصناعي، الذي لم يعد يعتمد على نشاط الأفراد أو على المجتمع ككل بقدر اعتماده على فرصة قدرة البشر على السيطرة على ذلك التقدم. جاء الدكتور مشكلة البحث لدراسة مجموعة من الدراسات المترتبة على مشروع المأزق الذي يواجه الجنس البشري بأكاديمية دي لينشي بروما عام 1968، والهادف إلى دراسة المشكلات والمعوقات الجنس البشري مثل الفقر في وسط الشباب من خريجي الجامعات، وتدهور البيئة، والهجرة من الريف إلى الحضر بسبب انعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتوظيف ورفض القيم والتقاليد وغيرها.
وقد خلصت إلى وضع نظرية سميث المعروفة بنظرية حدود النمو، والتي انتهت أبان استمرار استنفاذ الموارد الطبيعية، وسوف يدفع إلى انهيار مفاجئ في قدرة البيئة على الوفاء باحتياجاتها من أجل التقدم. وحقيقة أشارت الدراسة المشكلة البحث إلى نوعين، إلى ثلاث أمور مهمة، وهي: ما هي التنمية المستدامة والتفرعات، وتفرع منها الأسئلة التالية: ما هي أسس التنمية المستدامة دكتور؟ استاذ وما هي، استاذ من فضلك تفضل. غير اي غير السلايدات. نعم إيه، وما هي أهم مؤشراتها وإمكانية تحقيق التنمية المستدامة؟ أهمية البحث دكتور، جاءت أهمية البحث حقيقة دكتور لتسليط الضوء على التنمية المستدامة والبيئة ومفاهيمها المتعددة والاهتمام بشريحة الشباب والبطالة، فكانت أهميتها الآتية: أولا، أصبحت حماية البيئة ومواردها وخلق الوعي البيئي والتفاهم الصحي للقضايا البيئية بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية في ظل التنمية المستدامة هدفا أساسيا للإنسان ولمنفعة المجتمع واستيعاب الشباب وخلق فرص عمل لهم. اثنين، اهتمام دول العالم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة مؤكدا من خلال عقد المؤتمرات كما يحدث معكم دكتور والندوات التي تؤكد على الوعي البيئي والاهتمام بالتنمية المستدامة. أهداف البحث: يهدف البحث على الوقوف على مفهوم التنمية المستدامة والعوامل التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة. ومن هنا دكتور أريد أن أوجه صرخة مدوية دكتور، أننا للأسف كعرب اليوم لم نصل إلى تعريف التنمية المستدامة برغم من وجود العقول والعلماء الموجودين لدينا، إلى أننا ما زلنا نستعين بالغرب في تعريفهم للتنمية المستدامة. ومن هنا دكتور أشير إلى التعريف الذي تكلم به الغرب عن التعريف في التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. أسس التنمية المستدامة دكتور، ويستند مفهوم التنمية المستدامة إلى مجموعة من الأسس والضمانات الرامية إلى تحقيق أهدافها، وكانت أهميتها أولا أن تأخذ التنمية الاستدامة في اعتبار الحفاظ على خصائص ومستوى أداء الموارد الطبيعية الحالية والمستقبلية كأساس للشراكة الأجيال المقبلة في المتاح من تلك الموارد. لا تركز التنمية أزاء هذا المفهوم على قيمة عائد النمو الاقتصادي بقدر ارتكازها على نوعية وكيفية توزيع تلك العائدات وما يترتب على ذلك من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حال ربطها ما بين سياسات التنمية والحفاظ على البيئة. يتعين دكتور أيضا إعادة النظر في نمط الاستثمار الحالي مع تعزيز استخدام تقنية أكثر توافقا مع البيئة. لا ينبغي الاكتفاء بتعديل أنماط الاستثمار وهياكل الإنتاج، وإنما يستلزم الأمر أيضا تعديل أنماط الاستهلاك السائد واجتناب وتجنب الإسراف وتبديد الموارد وتلويث البيئة. لا بد أن يشمل مفهوم العائد من التنمية ليشمل كل ما يعود على المجتمع بنفع، بحيث لا يقتصر ذلك على المفهوم العائد والتكلفة. استدامة وتوصيل واستمرارية النظم الإنتاجية أساسا للوقاية من احتمالات انهيار مقومات التنمية، وخاصة في الدول النامية التي تعتمد على نظم تقليدية ترتبط بمقومات البيئة الطبيعية. مؤشرات التنمية المستدامة: أول مؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة، التنمية عملية وليست حالة. ثانيا، التنمية عملية مجتمعية، ودكتور أنا هون لن أدخل بالتفصيل لأن الوقت ضيق كمان. التنمية عملية واعية، والتنمية عملية أيضا موجهة بموجب إدارة تنموية. أهمية وإحداث تحولات أساليب حضاري ليحافظ على طبقات المجتمع. أهمية إحداث تحولات هيكلية، إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية دكتور، وتحقيق وتزايد منتظم عبر فترات زمنية طويلة قادرة على الاستمرار وزيادة متوسط إنتاج الفرد. مجالات تحقيق التنمية دكتور: وتطلب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في العالم تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان العالم بالشكل الذي يحافظ على الموارد الطبيعية وتجنبها أن تكون عرضة للهدر والاستنزاف غير المبرر. ولتحقيق المعادلة الصعبة يتطلب الأمر التركيز على ثلاث مجالات رئيسية ترتبط بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وهي تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة من خلال
خلق ترابط بين الأنظمة والقوانين الاقتصادية العالمية، بما يكفل النمو الاقتصادي المسؤول والطويل وطويل الأجل لجميع الدول والمجتمعات العالم دون استثناء أو تمييز، المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية للأجيال المقبلة، تحقيق التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم من خلال إيجاد فرص العمل وتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للجميع بما في ذلك الماء والطاقة. معوقات التنمية المستدامة دكتور، الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم وانتشار الفقر المدقع أيضا في العالم وعدم الاستقرار في كثير من مناطق العالم والناتج عن غياب السلام أستاذ والأمن ساهر من فضلك، وصدق. ممكن نروح إلى النتائج والاستنتاجات؟ الله يحفظك، حاضر دكتور. تسلم. بس دكتور إذا أعطيتني بس لو يمكن دقيقة واحدة دكتور، ممكن ساعة ونص دكتور. تفضل تفضل. إمكانية تحقيق التنمية المستدامة دكتور، لن نتكلم عن تحقيق تنمية مستدامة إن لم يكن للفرد دور في التنمية المستدامة، إن لم يكن للأسرة دور في التنمية المستدامة، المجتمع في التنمية له دور في التنمية المستدامة، القطاع الخاص يجب أن يكون له دور في التنمية المستدامة، وأيضا الدولة لها دور أن يكون في القطاع، لها دور أيضا في التنمية المستدامة. النتائج والتوصيات دكتور، تبني أولا استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة يشارك فيها أبناؤها وعدد وإعداد كل من الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع المعنيين بالتنمية المستدامة، استهلاك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة الأسعار الأفضل للموارد، عدم استهلاك الموارد المجتمعة بوتيرة أسرع من قدراتها على التجدد، يتعين تعزيز دور المجتمع المدني على كافة المستويات، إن العلم هو القاعدة التي تقوم عليه صناعة القرارات، الأمر الذي يستوجب تكثيف البحوث والتوسيع والتوسع في إشراك الأوساط العلمية وزيادة التعاون العلمي في مجال قضايا البيئة الناشئة، التوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح. وأخيرا وليس آخرا دكتور، إذا منحتني فقط دقيقتين دكتور ممكن؟ تفضل يا أخي العزيز، تفضل. دكتور أقول في ختام البحث أن السم الزعاف كمنظمات مجتمع مدني أن نأخذ أهداف التنمية المستدامة من الأمم المتحدة، لأننا دكتور أمام الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، وهناك اتفاقية سيداو دكتور التي حقيقة سيتم إطلاقها وما زال يتم الترويج لها في الوطن العربي اليوم، ولذلك اليوم دكتور في ظل هذا المؤتمر وفي ظل منصتكم وفي ظل جامعاتكم دكتور يجب التنبه إلى أننا كعرب اليوم أن ننشئ قناة مختصة لنا كعرب بالتنمية المستدامة دون أن نفكر بأخذ التنمية المستدامة نسخ أو لصق أو كوبي بيس من الأمم المتحدة. وتحية إجلال دكتور واحترام إلى منصتكم العظيمة ولكم دكتور على سعة صدركم. جزاك الله خير يا أستاذ ثائر الله يطول عمرك. على هذا الطرح، ونشكرك على حبيبي دكتور. يعني تأشير بعض الملاحظات فيما يخص تعريف التنمية المستدامة، وهنالك أيضا تعاريف دولية تفضلت في طرحها، وهي يعني اللي تفضلت بها ما يخص الأفراد الحاليين دون المساس بالمستقبليين، باحتياجاتهم. نعم. وهنالك ايضا تعاريف تتبناها اليونسكو وما شابه. هذا الموضوع يشاركوك به ان شاء الله الباحثين في الاختصاص. نتمنى لك التوفيق في إن شاء الله مسيرتك دكتور. وفي الوصول الى نتائج تخدم المجتمع باذنه تعالى. يا شكرا رب يطول جزيلا. عمرك. حبيبي. ما اعرف من الموجود من الباحثين استاذ عدنان؟ موجود معنا الدكتورة عزة وأظن الدكتورة زينب حسيني. أيوه لما أنا موجود، موجودة. لما دكتورة عزة. موجودة دكتورة عزة موجودة. عزة موجودة هنا أستاذ، بس أريد أعرف لما أنا موجودة، موجودة. ما موجودة لما؟ موجودة دكتور، الآن أعطيتها الصلاحية بإمكانها التكلم، تفضلي يا أستاذة. لا أنا أقصد على لما. نعم دكتور موجودة بس الإنترنت يمي جدا ضعيف. طيب تقدرين تلخصين لنا الكلام يعني فيربلي يعني شفويا؟
تمام إن شاء الله. هو بحثنا يعني هو عبارة عن تأثير السينبوتيك والبروبايوتيك على اللوس ويت ان بيوبل. يعني هو عبارة عن دراسة علاقة الميكروبات النورمال فلورا اللي موجودة بالجسم وعلاقتها، هل لها علاقة بخفض الوزن مالت يعني عند الأشخاص. فإحنا استخدمنا يعني مجرد تجميع دراسات، يعني استخدمنا الويب أوف ساينس وسكوبس ويعني المنصات اللي نحصل منها بحوث، وجمعنا تقريبا 57 باحث ودرسنا وشفنا البحوث اللي تطابق الدراسة. تقريبا 15 باحث أثبتت أنه هذه النموذجين اللي هي البروبايوتيك اللي هي عبارة عن الكائنات المجهرية اللي تكون موجودة بشكل طبيعي بأمعاء الإنسان، والسينبايوتيك اللي هي عبارة عن ميكستشور ما بين البروبايوتيك والبيربايوتيك أيضا اللي تكون موجودة يعني كغذاء لهذه الميكروبات. يعني أثبت أنه 51 باحث اللي شفناه أنه أثبتت أنه لها علاقة بخفض الوزن عند الأشخاص. فألقي السيمينار دكتور. دكتور تسمعني؟ نعم أسمعك أستاذة لما، تفضلي. ألقي السيمينار؟ عنديش مفتوح؟ أي نعم. يعني مظاهر عندي على الشاشة. ظهر أعتقد. المظاهر عندي، بس أنا يعني أريد من حضرتك، يعني أريد على حتى لا يروح عليك الفرصة، تقولين ما نعم هي النتائج اللي توصلتي لها، الاستنتاجات والنتائج. دكتور، هو النتائج هي يعني بحثنا هي عبارة عن تجميع بيانات. فإحنا يعني قلت لحضرتك إنه جمعنا تقريبا 57 باحث، نعم فاللي يعني توصلنا إلى إنه عدة علماء يعني توصلوا إلى تقريبا 15 باحث من ال 57 باحث، هي تجزم إنه هذا الكائن البروبايوتيك والسينبايوتيك إلها علاقة على يعني إلها علاقة بفقدان الوزن لدى الأشخاص اللي يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يعني تمام. تأثر على فقدان الوزن. بقية البحوث يعني تكون النتائج مالها متناقضة، يعني ممكن إنه يعني ربطت مثلا تأثير البروبايوتيك والسينبايوتيك مع بعض الأمراض، فصار تداخل ما بين هاي الكائنات والأمراض. بس كصورة عامة بشكل بيور يعني إنه هاي البروبايوتيك والسينبايوتيك 15 بحث توصلنا إلى إنه هو إلى علاقة إنه الأشخاص اللي يعانون من الأوبيس من السمنة أو الأوفر ويت إنه إلها علاقة إذا نستخدمها كعلاج لفقدان الوزن. مهندسة لمى، طبعا نشكرك على جهدك وجهد العاملين مع حضرتك، بس الريفيو هذه الارتيكل، طبعا هذا انت استعرضتي 57 بحث و15 منها اتفقت على هذا الاساس، لكن انتم هل لكم يعني جانب عملي او نظري حسبتوا منه بعض الحسابات، لو فقط هي استعراض لجهود الاخرين؟ دكتور احنا سوينا كتحليل احصائي يعني. تحليل احصائي خلاص، يعني بس انا حتى الريفيو لا تكون متكامله، لم يكن للباحث ايضا دور فيها، نعم يعني صح. ليس فقط يستعرض ما قام به الاخرين، هو كفريق بحث شنو مساهمته على الاقل، الجانب الرياضي، نعم تحليل النتائج، نعم دكتور وضع مقترحات للمستقبل، الى اي فريق انتم تميلون؟ يعني احنا سوينا كتحليل احصائي وايضا سوينا مخطط علاقة هذه يعني هاي المنتجين بروبايوتيك وسامبايوتيك مع بعض الامراض، يعني لها علاقة بالدايبيتس، لها علاقة بالكانسر، لها علاقة يعني كتصير كانتي بايوتيك مستقبلا. نشكرك يا مهندس سلامة، ونتمنى لك التوفيق، عفوا دكتور. ويعني إذا عدم ما شفنا البحث مالتش يعني على السكرين هذا، على الأقل أخذنا فكرة جيدة عن الموضوع، فكل الشكر لحضرتك أنا كنت أتمنى أعرضها دكتور، بس يعني حقيقة النت والهاي يعني معلش شوي ما مشكلة،
المهم تبقين انت موجوده في القاعه الحين اذا في اي سؤال من الحضور الباحثين الحاضرين. تمام إن شاء الله، إذا يعني ما فصل النت لأنه عندي مشاكل بالنت حاليا. ان شاء الله. يلا انت مهندسه بتحلين مشاكل. تمام، شكرا جزيلا دكتور. شكرا. في احد اخر استاذ؟ استاذ عدنان. نعم، دكتور، معنا الأستاذة زينب ومعنا أيضا الدكتورة عزة. زينب جاهزة؟ دكتورة زينب. نعم، زينب الحسيني. زينب موجودة؟ أستاذة زينب، بس لو تفتحين المايك، تفعلين المايك، تفضلي. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله. معكم الدكتورة زينب الحسيني، جامعة قاسم مرباح ورقلاء الجزائر. أهلا وسهلا، سوي لنا مشاركة للبحث من فضلك. نعم، مشاركة البحث باوربوينت ولا عندك ولا لا؟ عندي، نعم سوف أشارك بحث. سوي لنا مشاركة على السكرين. هذه الأمور التقنية تأخذ من الوقت كثير، تمام وحقيقة يعني دكتور، كان يفترض تترتب الأمور بشكل آخر. البحث طيب دكتورة حسيني زينب، ده البحث دكتور. عرفينا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أرحب بالجميع، كل باسمه وصفاته وعظيم مقامه، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة زينب الحسيني من جامعة قاسم مرباح ورقلاء من دولة الجزائر. نعرض على مسامعكم البحث المعنون بمعالجة المياه الملوثة لمنطقة سقرت بواسطة عمود ابن صافي مكون من الرمل والفحم. إذا لا يختلف اثنان على أن تلوث المياه هو من أعظم المشاكل البيئية التي يواجهها البشر، لما له من آثار سلبية، لذا كان من المواضيع المهمة التي شغلت الباحثين. لإيجاد حلول لها في هذا العمل، قمنا بالتطرق إلى طريقة جديدة قديمة لمعالجة المياه المستعملة لمنطقة تبرت. منطقة تبرت هي منطقة في الجنوب الشرقي لدولة الجزائر. كما قلت، الطريقة المستخدمة هي طريقة قديمة جديدة قديمة. لماذا؟ لأن هذه الطريقة استخدمت فيها مواد لمعالجة استخدمها الفراعنة قديما، وهي الحصى، الرمل، الفحم. طريقة جديدة لأن اعتمدنا فيها على استخدام كميات محددة لهذه المواد مع ضبط زمن الامتداد. بعد دراسة القدرة الإبليساسية لعمود مكون من المواد المذكورة اللي هي الحصى، الرمل، والفحم، قبل الخوض في نتائج المتحصل عليها، نقوم ببعض المفاهيم النظرية. نبدأ أولا بمفهوم المياه المستعملة أو ما يعرف بالمياه الصرف الصحي. المياه الصرف الصحي تسمى بالمياه العادمة، وهي النفايات السائلة من المياه التي تحملها نفايات المواد العضوية المعدنية القابلة للذوبان أو غير قابلة للذوبان من النشاط البشري والصناعي والزراعي. بالنسبة للمياه الملوثة، المياه الملوثة هي مياه فقدت خواصها الطبيعية
منها والكيميائية والبيولوجية. أنواع التلوث، هناك 4 أنواع رئيسية للتلوث، منها التلوث الفيزيائي، التلوث الكيميائي، التلوث البيولوجي، والتلوث الإشعاعي. مصادر التلوث، هناك عدة مصادر للتلوث نختصرها في المصادر الطبيعية، النفط ومشتقاته، المخلفات الصناعية، مصادر حرارية، مواد مشعة، مبيدات حشرية، التلوث بالأسمدة والنباتات، الأمطار الحمضية، مسببات العدوى، ومياه الصرف الصحي. في العمل التجريبي قمنا بالخطوات التالية: الخطوة الأولى كانت عبارة عن تحليل المياه المستعملة من خلال تحديد بعض المعايير الفيزيائية والكيميائية. من هذه المعايير عندنا قيمة الأس الهيدروجيني وهي الـ pH، قيمة الناقلية، ومنها معايير التلوث اللي هي الـ DCU والـ DBU والفوسفات وكمية المواد العالقة. دكتورة زينب، ممكن تحركين للسيدات متى تظهر عندنا؟ أنا أحاول تحليلها. بس الشاشة مثابتة على مصادر التلوث. إذا كنت في الخطوة، قمنا في العمل التجريبي بالخطوات التالية ابتداء من الخطوة الأولى وهي تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه المستعملة لمنطقة تبرد من خلال تحديد درجة الحرارة، قيمة الأس الهيدروجيني، الناقلية، الملوحة، ونسبة الأكسجين، والناقلية الكهربائية، والملوحة اللي هي السي دي سي، المواد العالقة دي بي والدي سي يو، وأخيرا الفوسفات. في الخطوة الثانية وهي تحضير العمود، من خلاله تم معالجة هذه المياه المستعملة. في تحضيرنا للعمود الأعمدة قمنا تحضير عمودين اثنين. العمود الأول يتكون من طبقة واحدة من الحصى، طبقة من الرمل، وطبقة من الفحم. العمود الثاني يتكون من طبقتين من الحصى، طبقتين من الرمل، وطبقة واحدة من الفحم. الكميات المستخدمة اعتمدت على دراسات كنا قد أجريناها سابقا، بحيث استخدمنا 147 غرام من الرمل، 147 غرام من الحصى، و22 غرام من الفحم النشط. في الجدول التالي يوضح لنا النتائج الخاصة بالمياه قبل المعالجة وبعد المعالجة. كما هو واضح، بالنسبة للمعايير الفيزيوكيميائية نلاحظ أن الاختلاف طفيف، ما عدا فقط في كمية الأكسجين الدائم. نلاحظ أنه في العمود الذي يحتوي على طبقتين واحدة من كل من الرمل والحصى والفحم زادت كمية الأكسجين الدائب. كذلك نفس الشيء بالنسبة للعمود الثاني، زادت كمية الأكسجين، وده يدل على أن كمية المواد العضوية قد نقصت في المياه بعد المعالجة. إذا ذهبنا إلى المعايير التلوث اللي هي المواد العالقة دي سي، وكذلك الأكسجين الكيميائي دي سي، والأكسجين البيوكيميائية دي بيو والفوسفات، نلاحظ أن النتائج فيه نسبة واضحة عالية لنقص هذه المعايير التي
تحدد تلوث هذه المياه، بحيث أن النسبة تقريبا وصلت إلى 99.9%. بعض الملاحظات بالنسبة للمياه: قبل المعالجة كان اللون أسود والرائحة كريهة جدا تشبه رائحة النشادر. بعد المعالجة بالنسبة للعمودين كانت المياه عديمة اللون والرائحة، عديمة كذلك الرائحة. الخطوة الأخيرة وهي التحاليل البيولوجية. في التحاليل البيولوجية اعتمدنا على التحليل الوجودي الذي يتم فيه الكشف عن وجود أو عدم وجود بكتيريا القولون الكلية، بكتيريا القولون البرازية، وبكتيريا السباحية الكلية، والاختبار التأكيدي، وفيه يتم التأكد من وجود بكتيريا شيريشيا كولون وبكتيريا السباحية البرازية. النتائج كما هي موضحة في الجدول. بالنسبة للاختبار التأكيد الوجودي، لاحظ أنه في العمود قبل المعالجة التأكيد الوجودي أولا، قبل التأكيد الاختبار الوجودي في العمود الأول الذي أو في التجربة الأولى اللي هي قبل المعالجة، نلاحظ أن نسبة البكتيريات مرتفعة جدا كما توضحه القيم. في كل 1 مليلتر عندنا بالنسبة للبكتيريا القولون الكلية 2.5 × 10 هو 6، في حين أنه بعد المعالجة باستخدام العمود الأول اللي هو يحتوي على طبقة من الفحم وطبقة من الحصى وطبقة من الرمل، نقصت كمية البكتيريا بحيث أصبحت 15 × 10^4 في كل 1 مليلتر. في العمود الثاني اللي هو يحتوي على طبقتين من الرمل وطبقتين من الحصى وطبقة واحدة من الفحم، كانت الكمية أقل بحيث 9 × 0.9 × 10^2 لكل 1 مليلتر. وكذلك بالنسبة لأنواع البكتيريات الأخرى في التحليل التأكيدي اللي هو كما قلنا يؤكد عن وجود أو عدم وجود شيريشيا كولي والبكتيريا السباحية البرازية، نلاحظ أنه قبل المعالجة لا توجد بكتيريا شيريشيا كولي، وهذا ما لاحظناه في كل المياه بعد المعالجة سواء كان للعمود الأول أو العمود الثاني. أما بالنسبة للبكتيريا السباحية البرازية كان قبل في المعالجة نلاحظ أن الكمية هي كانت 2.5 × 10^6 لكل 1 مليلتر، انخفضت بعد المعالجة إلى 0.4 × 10، يعني 4 لكل 1 مليلتر، في حين أن العمود الثاني لا يوجد هذا النوع من البكتيريا. النتائج توضح أن العمود الذي أعطى نتائج أحسن هو العمود الذي يحتوي على طبقتين من الحصى وطبقتين من الرمل وطبقة واحدة من الفحم. لذلك اعتمدنا هذا العمود في دراسة القدرة الإضمصاصية من خلال متابعة تركيز محلول H2SO4 وقياس مردود الامتداد. خلص دكتورة انت استعدت خلصت؟ باقي فقط عرض النتائج. بالنسبة لمردود الامتزاج نلاحظ أنه اعتمدنا هنا على تحديد الإدمنساسية من خلال الزمن، من خلال القيم المعروضة على الجدول نلاحظ أنه بعد مرور هنا في خطأ فقط بالنسبة للقيم، من المفروض تكون 60 65 و70، نلاحظ أنه النتيجة اللي أعطت مردود امتداد أحسن كانت بعد ساعة من الزمن.
المنحنى البياني لدلالة الزمن بدلالة المردود، وضح ذلك. دكتورة ممكن نروح إلى آخر استنتاجات يعني. عندي فقط آخر نقطة وهي الخاتمة. تهدف عملية معالجة المياه الصرف الصحي لإزالة ملوثات الناتجة عن زيادة النمو السكاني والنشاط الصناعي والزراعي. نظرا لزيادة الحاجة إلى موارد المياه، أتت الضرورة معالجة المياه المستعملة، وذلك من أجل تقليل مشكلة التلوث البيئي وانتشار الأمراض بإزالة المواد العضوية والغير عضوية العالقة والدائمة في الماء، وكذلك القضاء على الكائنات الحية الممرضة. ومن خلال هذا العمل قمنا بدراسة قدرة العمود المكون من حصى رمل الفحم على معالجة وادمصة ملوثات المياه الصرف الصحي لمنطقة تبوك، وذلك بمراقبة معايير التلوث المواد العالقة دي ان دي سي يو دي بي يو والفوسفات، وبعض العوامل الفيزيائية والكيميائية مثل درجة الحرارة إلى آخره، وكذلك الملوثات البيولوجية. فكانت النتائج المتحصل عليها تؤكد نجاعة هذه الطريقة في معالجة المياه المستعملة من خلال نسبة الإدمصاصية الخاصة بالدي سي والدي بي والفوسفات والأماس والملوثات البكتيروبيولوجية المقدرة على التوالي. بالنسبة للدي سي يو كانت النسبة 92.94%، الدي بي يو 91.54%، وكذلك القيم كانت تتراوح بين 90 إلى 70% بالنسبة للمعايير الأخرى. هذا فيما يخص العمود الأول. أما العمود الثاني فكانت النسبة تتراوح بين 97.5 إلى 99.49% بالنسبة لمعايير التلوث. لذا نقترح كدراسة مستقبلية تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للرمل والحصى لمنطقة، لأنه هنا استخدمنا رمل وحصى من منطقة تسمى جانت، وهي كذلك منطقة موجودة في دولة الجزائر. متابعة الدراسة القدرة الإدمصية للعمود من خلال تغيير الكتلة في المكونات، لأنه اعتمدنا احنا كما قلنا الكتلة المثالية هي 147. متابعة القدرة الإدمصاصية للعمود من خلال تغيير في حجم الحبيبات المكونة للعمود. شكرا على حسن الاستماع، ومعذرة إن كان هناك إطالة. هنا دكتورة أنهيت دكتور، الصوت غير واضح؟ لا واضح، احنا لحد الآن الفكرة وصلت، يعني الجهد تبعكم جهد يعني جيد وطيب، لكن لا يكون مفيد إذا ما يكون ينشر هذا البحث بعد ما يخضع للتحكيم. فإذا تحبون تقدموا إلى مجلة تريد علوم التكنولوجيا أو أي مجلة ترونها مناسبة في هذا التخصص، إن شاء الله دكتور، إن شاء الله. إحنا نرحب بكم ونرحب بهذا النوع من البحوث ونشجعه. بس تدري كل بحث يجب أن يخضع إلى تحكيم علمي حتى يكون حاصل على يعني تأهل أن يظهر كبحث جديد في المجلة. نشكرك دكتورة زينب، نتمنى لك كل التوفيق ونرجو البقاء إذا أمكن، لربما هناك أسئلة من الباحثين الحاضرين في نهاية الجلسة. شكرا دكتور سلوان. شكرا بارك الله فيك أستاذ عدنان. في أدنى حد بعد غير أستاذ عزة؟ عزة نعم سعادة البروف، باقي معنا آخر شيء دكتور عزة في أقل من 10 دقائق إلى 12 دقيقة. أستاذ عزة موجودة؟ أستاذ الدكتور عزة أيوة مع حضرتك يا فندم. طبعا احنا نعتذر ان خليناش تنتظرين شويه، بس حتى نفسح المجال لبقيه الباحثين والباحثات. وتفضلي الان بعرض البحث الثاني اذا امكن خلال 10 دقائق من فضلك. طيب ايوه مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
معاكم دكتور عز عبد المنعم علي حسن السجاعي، جمهورية مصر العربية، أستاذ الاستعاضة الصناعية في كلية طب الأسنان جامعة طنطا. نيكست يا محمد. حاصلة على ميدالية ذهبية أرشميدس 2017 وعلى عدة ميداليات دولية. وهنتكلم النهاردة بالنسبة للكانيولا صديقة البيئة وصمام الأمان. لا خلينا زي ما هي في الجوائز يا محمد. الحمد لله حصلت على جائزة ميدالية برونزية من معرض المخترعين في تايلاند وكأس المعرض عن موضوع كانيولا صديقة البيئة وصمام الأمان لجهاز الحقن الوريدي. والحمد لله في السلايد اللي قبل كده كان فيه كأس المعرض، معرض المخترعين في تايلاند سنة 23، يعني الحمد لله 23 و24 واخد كأس المعرض في تايلاند. وتم تسجيل مصر كرقم أول في قاعدة بيانات دولية تبع معرض المخترعين في تايلاند. نكست يا محمد. في عندنا ممكن الإنسان خلال فترة حياته بيتعرض لأمراض بيستوجب إن هو يتعمل حقن في الوريد لمحاليل، سواء إذا كان محلول ملح أو محلول جلوكوز أو رينجر. ممكن يكون في مواد، اللهم صل على سيدنا محمد، زي ما احنا يا محمد، زي ما احنا اللي فاتت. ممكن يكون محمد ارجع تاني، ما تنقلش لما اقول لك لو سمحت. شكرا يا حبيبي، اللهم صل على سيدنا محمد. فكده بيبقى في حقن الانتيبيوتيك او اي مواد علاجية في الوريد. فكده بيستعملوا جهاز المحلول، بيبقى فيه كانولا وبيبقى فيه جهاز المحلول، بحيث ان بدل ما نقعد نحقن في المريض ويتعمل تصبيب للوريد، فبتستعمل الكانولا وبيستعمل ممكن بقى منها ننقل المحلول. ممكن في مشكلة المحلول احنا عشان يتعمل حقن لازم يتعمل تصبيب للعبوة، عبوة المحلول، فعشان يدخل الهواء وينزل المحلول للجسم، سواء اذا كانت عبوه بلاستيك او عبوه ازاز. فالمشكله هنا بتكمن ان بعد ما بيخلص المحلول، المحلول الاول بيتحرك نتيجه لان الدم سريان الدم فبيعمل شفط للمحلول معاه. بعد ما بيخلص المحلول ممكن يدخل هواء للمريض، الهواء ده ممكن يعمل فقاعه هوائيه تمشي مع الدم توصل لاماكن حيويه في الدم وفي في الاورده او الشرايين، وكده بتقفل الوريد أو الشريان، فمش هيحصل تغذية للوريد للعضو ده، وفي الحالة دي تدينا أعراض جلطة دموية، تدينا أعراض جلطة. ففي الحالة دي اللهم صل على سيدنا محمد، أنا استعملت صمام، ضفت صمام بحيث إن لما يخلص المحلول كده يقفل فما يعديش هواء. الفقاعة الهوائية دي مشكلة لو كان الحقن في الوريد السباتي في الرقبة جوجلار فين، ففي الحالة دي هيبقى قريب من القلب، الفقاعة الهوائية هتبقى توصل للقلب أو هتبقى توصل للرئة، وفي الحالة دي حتى بعد استقرار حالة المريض بيحصل وفاة. الحاجة التانية إن لو المريض في وهو نايم اتقلب وسقط جهاز المحلول او في وقت الافاقه من تخدير عام، فكده هيبقى نازل مستوى العبوه عن جسم المريض، فهيحصل ان الدم هيرجع للعبوه وممكن يخرج على الارض ويعمل شبه نزيفه. في الحاله دي هيأثر على المريض برضه حاله تأثير سلبي. فانا الصمام بعد ما بيخلص المحلول بيقفل ما يدخلش هواء للمريض، ولو وقع الحامل ما يرجعش الدم من المريض. ففي الحالة دي مش يعني حتى المحيطين أو المرافقين للمريض أو الحكيمات لو مشغولين في حالات تانية
يبقى كده مفيش مشكلة، مش هيدخل هواء للمريض، للوريد بتاعه أو الأوعية الدموية. نيكست يا محمد، نيكست محمد، محمد. أيوه، بالنسبة للكانيولا، الكانيولا العادية ممكن نحتاج لحقن الأدوية زي ما قلت، ففي الحالة دي ما بينصحش إن الكانيولا تستنى في الوريد أكتر من 3 أيام. الملحوظ واللي كلنا بنشوفه إن اللهم صل على سيدنا محمد، مع لما هاجي احقن جديد للمريض سواء اذا كان ادويه او محلول بيكون انسداد في الكانيولا، ف بيستعملوا 2 مللي محلول في سرنجه عشان يسلكوا الكانيولا. جزء الدم المتجلط الموجود في سن الكانيولا مع حقن المحلول بيندفع بقوه وبسرعه، فبيعمل تهتك في الجدار الداخلي للوريد. فكده الصفائح الدموية بتتجمع عشان ترجع تاني الالتئام للسطح الداخلي للوريد. بينصح ان بعد 3 ايام تتغير الكانيولا. طبعا في الحالة دي مع قوة الدفع الدم في شبه قذيفة او بيعمل تهتك والصفائح الدموية بتحاول إن هي تعمل التئام بيضيق الوريد، مع تكرار الاستعمال ممكن يتقفل الوريد خالص. نيكست يا محمد. هو ده اللي قلته، إن بيتعمل حقن للدواء مرتين أو 3 أيام، أو مرتين أو 3 في اليوم أو أكتر، وبيتعرض الكانيولا للانسداد وعشان يتمكن الطبيب او المعالجين ان هو يسلك الكانيولا بيستعمل 2 مللي محلول. نيكست، نيكست يا محمد. هنا كده هنلاقي في الايد اليمين فيها الاورده بارزه موجودة، ده الوريد الطبيعي. الإيد التانية، الإيد الشمال، فيه ضمور للأوردة، يعني كده تمت الحقن فترات كتيرة أو مرات كتيرة في الوريد، وكل مرة جزء الجلطة الموجودة في سن الإبرة مع تسليك الكانيولا بيندفع كالقذيفة، بيعمل تهتك في السطح الداخلي للوريد، والصفائح الدموية بتعمل تحاول إن هي تعمل اللي هي البليت بتحاول إن هي تعمل التئام للسطح الداخلي، فبيحصل انسداد للوريد وممكن يحصل انسداد كامل، وفي الحالة دي مش هنقدر نستعمل الوريد ده تاني. الكانيولا بتاعتي كده. نيكست يا محمد. في كمان عندنا الكانيولا، يا اما زي ما قلت بيحصل دفع للجلطه او بيحصل صوت فرقعه في الكانيولا، بيكون في غشاء بينظم الكانيولا، فيها غشاء بينظم سريان المحلول من ناحيه وحقن الادويه من ناحيه تانية، ففي الحاله دي ممكن مع حقن الاثنين سنتي محلول يحصل صوت فرقعه، وده بيكون نتيجة لتمزق الغشاء الموجود داخل الكانيولا المنظم لسريان المحاليل. نيكست. هنا كده الكانيولا وفي الغشاء المنظم لسريان المحاليل سواء إذا كان من الجهاز المحلول أو من اللي فوق، ده ممكن يتحقن منه المواد العلاجية. نكست. الكانيولا الجديدة، التصميم الجديد، بس بنستخدم سن الإبرة اللي هو اللي مستخدمينه في الأول عشان تثبيت الكانيولا، ثقب الجلد وإدخال الكانيولا في الوريد،
فبستعمل نفس الإبرة في تسليك الجلطة الدموية اللي موجودة في الوريد، وفي جزء مضاف بحيث ان انا تعديل بحيث ان تحافظ لي سن الكانيولا يكون في النص بالظبط، في نص الكانيولا، السن المعدني ده يكون في نص الكانيولا، بحيث ان هو لو نزل او اتحرك في مكانه او في اي اتجاه ممكن يثقب الوريد، فانا مش عايزاه يثقب الوريد، انا عايزاه يثقب بس الجلطة الدموية اللي موجودة. في الحالة دي بيعمل ثقب ودفع للجلطة الدموية اللي موجودة في سن الكانيولا، وبعد كده هحقن الاتنين سنتي بتوع تسليك الكانيولا، فهينساب المحلول اللي انا بحقنه الاتنين سنتي بسهولة ومن غير دفع للجلطة الدموية كقذيفة، لان احنا ثقبناها ودفعناها خلاص وهي كده هتدوب في الدم، يعني هتمشي مع الدم والدم فيه المواد بحيث انها بتحافظ على سيولة الدم، فكده هنبقى سلكنا الجلطة الدموية من سن الكانيولا من غير ما اعمل اضرار للسطح الداخلي للوريد. وممكن استعمل بقى اعمل حقن المواد العلاجية او اعمل حقن المحاليل، وكده حافظنا على الوريد بحيث ان ممكن يبقى ممكن في خلال فترة الحياة يستعمل تاني، ما يحصلش الضمور وقفل للوريد. شكرا جزيلا أستاذة دكتورة عزة عبد المنعم علي حسن السجاعي، جمهورية مصر العربية، أستاذ الاستعاضة الصناعية، كلية طب الأسنان، جامعة طنطا. شكرا جزيلا أستاذة الدكتورة عزة على مشاركتك في بحثين، ونبارك ليش يعني نيلش جوائز ميداليات ذهبية في مجالات الابتكار والعلوم، وهذا هو يعني المرجو من زميلاتنا وزملائنا أن يكونون دائما في مقدمة المجتمع في أفكارهم وفي تطوير قدرات المجتمع. ورغم انه انا يعني طبعا لا تقليل من قيمه حضرتك الدكتوره طبيبه اسنان، لكن انتاجاتك وابتكاراتك تتوسع اكثر من الاختصاص المباشر، وهذا طبعا يجب ان الانسان يحمد الله عليه. ونبارك لك مره ثانيه هذا الجهود، و نحن أيضا نرجو إذا كان عندك رغبة في نشر البحث، هناك مجلة اسمها مجلة تريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا، مستعدين لتحكيم البحوث اللي تقدميها لأغراض النشر العلمي. شكرا جزيلا، بارك الله بك. أستاذ عدنان، هل هناك أي الله يشرفني، شكرا أهلا جزيلا، وسهلا. يشرفني ان انا اشترك معاكم في يا مرحبا، أهلا انشر وسهلا. معاكم، وانا الحمد لله جائزة أرشميدس ده عن عاملة درع دقيق الثقوب لنوافذ السيارات والحافلات، وفي مواضيع تانية مقدماها كبراءات اختراع، اللهم صل على سيدنا محمد، شاركت في معارض دولية الحمد لله معايا 43 شهادة دولية، والحمد لله 33 ميدالية بين فضية فضية وبرونزية، والأكثر ذهبية، يعني ميداليات الفضية والبرونزية قليل لكن الأكثر ذهبية، فالحمد لله بفضل الله. وبشكر المجلة وبشكر المنصة والقائمين على المنصة والمجلة والقائمين على المؤتمر بقبول إن مشاركتي للمواضيع، شكرا جزيلا لحضراتكم، وكل سنة أهلا وأنتم وسهلا، طيبين. نحن نشكرك ونبارك لكم هذا الجهد، ونتمنى لكم التوفيق في المستقبل القريب الله إن شاء يبارك في الله. حضرتك، شكرا جزيلا. أستاذ عدنان، في عندنا قبل ما ناخذ الأسئلة في عندنا أي بحث بقى؟ دكتور، للأسف الباحثين لم يدخلوا إلى الآن، طيب، يعني انتهى وقت البحوث، لأنه كان يفترض يكونوا جاهزين
للدخول، وأدنى أن أشوف أمامي مرفوع اليد من بروفيسور بركات أحمد والباحثة محاسن إدريس هادية. هل هذه أسئلة موجهة للباحثين؟ يتفضل بروف بركات أحمد. نعم، أنا نرجو سعادة البروف أن تكون الأسئلة موجزة، بارك الله بك. سعادة البروف نعم، بركات أحمد، تفضل. السلام يعني عليكم. الوقت شارف على الانتهاء، بقي دقائق، فنرجو من حضراتكم الاختصار قدر الإمكان. تفضل دكتور. السلام موجود عليكم. بروف بركات؟ السلام موجود. عليكم. عليكم نعم، السلام، موجود. تفضل أخي العزيز، تفضل سعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق أجمعين. باختصار أشكر أولا المنصة والقائمين عليها، وسؤالي ربحا للوقت، ما هي الأبعاد التي يجب مراعاتها في إعداد استراتيجية التنمية المستدامة، مما يجعلها تساهم في ديمومة التنمية بمفهومها الشامل؟ شكرا، والسلام عليكم. أشكرك دكتور بروفيسور بركات على السؤال. ما أعرف، معانا محاسن إدريس الهادي. نعم دكتورة محاسن، تفضلي. الباحثة محاسن موجودة؟ محاسن معاك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا، عليكم السلام. ممكن توجيه السؤال؟ أي سؤال؟ نعم للدكتورة. طبعا محاسن إدريس الهادي، تأصيل التعليم العالي، السودان. طيب، السؤال الموجه طبعا، بس خلوني، لأنه أنا مرأة وهي مرأة، أشيد بجهدها، وتكامل العلوم مهم جدا عندنا، يعني أكثر من بحث وأكثر من تخصص، وجزاه الله خير في البحث اللي قدمته. ولكن انا يعني ما اعرف هو مقترح ولا سؤال، لا، في نفس الوقت انه الى اي مدى ممكن ان تتم ترجمة البحث وسهولة توزيعه على الدول الخاصة في العالم الثالث. وبالنسبة للسؤال الثاني سريعا، اللي هو بس ده اعرف، بالنسبة للحركة، بالنسبة للكاتيول، بالنسبة للحركة، الحركة هل تؤثر عليها، خاصة انه كبار السن بتكون احيانا عندهم الحركة بدون تركيز، فهل في الحتة دي في مراعاة للجانب ده ولا لا؟ وشكرا، لمن شكرا السؤال؟ لمن دكتورة؟ لمن السؤال؟ البحث الأخير. نعم الدكتورة، نعم عزة. نعم الدكتورة عزة، نعم. شكرا، شكرا يا دكتورة الله محاسن. يبارك، الله يبارك. أسمع سؤال ممكن ثاني، هو بالنسبة للترجمة دكتورة عند عزة، دكتورة عزة الله يحفظك. أيوة مع دكتور، حضرتك. ممكن بس اسمحي لنا ناخذ سؤال آخر وبعدين نسمع لك بالإجابة، الله يحفظك. في سؤال من الدكتور إسماعيل حسين، موجود؟ دكتور إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، إذا تتفضل سؤالك من فضلك دكتور. شكرا لكم جميعا حقيقة على هذه المحاضرات القيمة، وسؤالي هو للدكتورة عزة، أشكرها على المعلومات وبحثها. لكن أنا سؤالي كنت أتمنى أنه تكون محاضرة مختصة في طب الأسنان، أعتقد كنا استفدنا منها أكثر، خاصة لو الآن يعني علوم طب الأسنان تزداد كثيرا ونحن بحاجتها، مثل الزركون مثلا ومقارنته بالإيماكس واستخداماته. فيعني أتمنى أنه نسمع منها بحوث أخرى إن شاء الله. سؤال آخر بالنسبة للدوالي في الساقين، الآن أعتقد أصبح في علاج سهل للدوالي، وهي علاج الدوالي عن طريق الليزر أو بالحقن الرغوي، فهاي أعتقد أصبحت سهلة ومتداولة لأصحابين الدوالي في الساقين. في سؤال آخر للدكتور أو الأستاذ الباحث أخونا ثائر، تكلم عن موضوع
في الوطن العربي في البطالة، موضوع البطالة. حقيقة موضوع البطالة يعني هي نظرية يعني استوحيناها من الغرب ونظروها لنا اقتصاديين الغرب، ونحن بدأنا ننظر عليها. تسويت البطالة في الوطن العربي حقيقة لو تستثمر من القيادات والمنشآت الاجتماعية والمؤسسات الدولية في كل بلد، لا أعتقد يوجد هناك بطالة. الوطن العربي مليء في الخيرات، والأيدي العاملة كلها متوفرة وموجودة. فأعتقد التنظيم يكون من داخل كل دولة، ولا يمكن هناك أعتقد في بطالة في أي بلد من بلدان الوطن العربي. وشكرا لكم. دكتور إسماعيل، حضرتك من وين دكتور إسماعيل؟ أنا من سوريا. أنا وسام، يعني ما شاء الله ما عندكم بطالة في سوريا؟ والله بطالة بسبب الحروب، القادة اللي ما عرفوا يحلوا مشاكلهم. لا أنا قصدي يعني ما أتكلم على السياسة، أتكلم عن تفضلت على سوق العمل، هل في سوريا لا توجد بطالة؟ سوق العمل يا سيدي، لو قبل الحروب لا يوجد عندنا أي بطالة، بالعكس العمالة تخرج يعني لكل بلدان الوطن العربي، لا تمام. يوجد بطالة، ولكن الظروف يعني اللي غير محكمة هي اللي خلقت البطالة. يا الله الله يعدل الظروف وتتحسن الحالة إن شاء الله. آمين يا رب، آمين لجميع البلاد العربية والإسلامية إن آمين. شاء الله. جزاك الله خير، شكرا. ما أعرف الآن، أريد إجابة، هل الأخ الباحث ثار موجود؟ الأخ ثار، الباحث ثار، أستاذ ثار. غير موجود للأسف تمام، الإسعافات الموجودة. نعتذر من البروف بركات على سؤاله على التنمية المستدامة، بس سؤال هو مهم، ونشكره على يعني توجيه هذا السؤال وحضوره لهذه الجلسة. سؤالين موجهة إلى الدكتورة عزة من الدكتورة محاسن من السودان والدكتور إسماعيل. طبعا وجهات نظر، الدكتور اسماعيل يقول انه يفترض في طب الاسنان، لكن هذا ليس يعني اجبارا، الانسان ممكن يتسع علمه من دائرته الضيقه الى الدائره الكبرى. انا سالت نفس السؤال في البدايه، لكن الدكتوره مبتكره، يعني نشكرها ونتمنى لها ايضا ان تعطي جزء من هذا الوقت والعلم الى اختصاص طب الأسنان. فباختصار دكتورة، إذا عندك دقيقتين تجاوبين على دكتورة محاسن، الله يحفظك. طيب، هو بالنسبة للدكتور إسماعيل، يعني أنا دوالي الساقين دي حاجة موجودة عند ناس كتير، وبعدين بتبقى المشكلة لما بتتفاقم الحالة وبيبقى في صعوبة، وبعدين بتدخل طرق علاجية إن يعني بيتشال الوريد أو بيتحقن أو كده. فأنا السرير بتاعي والوسادة الهوائية، الحاجات اللي أنا عاملاها بحيث ان انا او اتجنب ان اوصل لحاله متاخره. يعني هو دلوقتي الدوالي مش بتبقى بان مره واحده في الحاله المتاخره، هي على مدار الحياه من اول الطفل، بس الطفل بيحصل نمو، فبتتغير الخلايا للجسم كله مع النمو. بعد كده في الشباب بيبتدي ان يبقى فيه بدايه دوالي وقصور للدم، ان هو متراكم او راكد في الاوعيه، وده ممكن ياثر لنا على القلب وعلى كل اجهزه الجسم. بعد كده بتتفاقم الحاله، فانا مش بستنى لغايه لما اوصل للحاله المتاخره، انا كده في عندي السرير بيكون يدوي، ممكن المريض يظبطه قبل ما ينام او حد يرفعه له، ممكن السرير اللي بالكهرباء يبقى حد يظبطه له، او يبقى فيه زراير جنبه زي باب السياره في تحكم في رفع وخفض الازاز. فنفس الكلام ممكن يكون لو المريض فايق وكده ممكن يرفع هو رجليه بحيث يبقى في الوضع المريح ليه، وكمان يرفع الظهر بحيث ان هو يبقى في القعده المريحه ليها،
والسرير نفسه ممكن يتعدل الوضعية بتاعته برضو بالزراير، إن هو يبقى زي كرسي، أو باليد اللي هو اليدوي يبقى زي كرسي، يبقى المريض كأنه قاعد على الكرسي ورجليه لتحت، ممكن يرفع رجليه للوضع المريح، بحيث إن كده ما نوصلش للدوالي وتفاقم الدوالي والمشاكل الكتيرة والبتاع الجلطات الداخلية. ده بالنسبة وفي مجال طب الأسنان أنا عاملة مجموعة أدوات تعليم مقاسات الأسنان، ده كده ممكن أنا أستعمل الجهاز مختلف المقاسات، ده بستعمله عشان أصب أي نوع من المقاسات، المقاس الأولي أو الثاني بأي خامة، لأن طبعا في طرق مختلفة وفي طرق أطبقها على بعض الخامات وفي طرق ما أقدرش أطبقها يعني، لكن أنا الجهاز بتاعي الحمد لله ممكن أطبقه على كل طبعات الأسنان. ده في مجال طب الأسنان، وإن شاء الله ربنا يكرمني وأعمل برضو حاجات في مجال طب الأسنان. أنا كنت عاملة سنة 2008 مجموعة أدوات لنزع غرزات الأسنان، لو غرزة الأسنان كسرت أو محطوطة بزاوية، كان أيام في بداية الزرع ممكن مفيش حاجة جايد لينا وضع الزرع إزاي، فممكن تحط المسمار بتاع الزرع يثبت المسمار، ممكن يبقى زاوية خطأ، ممكن يبقى طالع في ناحية الشفة ليبيال أو بكر، أو الزاوية خطأ، وفي الحالة دي بيصعب التركيب عليها. وكنت عاملة طريقة إن أنا أشيل الزرعة دي وفي نفس الوقت أعمل زرعة تانية جديدة، لكن يعني إن شاء الله هيبقى برضو حاجة تانية بأنشرها بعد كده مع حضرتكم، سواء إذا كان في المنصة لو في فرصة أو كده، ان شاء إن الله شاء ان الله شاء الله أتعامل معها. احنا ان شاء الله نسوي فد يعني اتذكر في 2018 اول كان مؤتمر، لا ثاني مؤتمر يمكن في 2019 سويت ورشة عمل عن براءات الاختراع، يعني كان مشاركات عندنا اصحاب براءة، وكانت ورشة لمدة يومين في على هامش المؤتمر. فان شاء الله في المستقبل نعمل هذه الورشة ويكون حضرتك محاضرة في هذه، تعطين ما هي أفضل الممارسات للوصول إلى الحصول على براءة اختراع، وشنو شروطها من الجدة والحداثة والجانب التطبيقي وما شابه. فنترك هذا إن شاء الله إلى لا مشاركات أخرى. نعم شكرا. بالنسبة للأخت من السودان، السؤال بتاعها ما لو سمحت، تفضلي تفضلي. كانت بتسأل عن إيه الأخت من السودان؟ والله ما ادري، قالت موجه السؤال لحضرتك انه متى تنشرون هذا الموضوع او متى يترجموه، والله حسب ما فهمت هكذا منها. إن شاء الله بحاول إن هننشر إن شاء الله الموضوع باللغة العربية في مجلة أريد، وإن شاء الله هحاول إن لو في عندكم نشر ترجمة أو هحاول يبقى في ترجمة ليه، بحيث إن كده برضو يبقى في استفادة منه. إن شاء الله إن الحاجة شاء الله. اللي بتقول بالنسبة لحركة المريض، حركة المريض في إيه، في المحلول ولا في الدوالي ولا يعني أعرف والله، المريض؟ هي يمكن مش موجودة المحاسن، موجودة محاسن؟ ما أعتقد موجودة. دكتور عزة نشكرك احنا جزيل الشكر، تعبناش اليوم معانا، شكرا لحضرتك. وانت والاخ محمد المساعد تبعك يعني، او اللي الباحث المشارك معك في البحث الاول او الثاني. فان شاء الله احنا متجهزين لك ولكل الباحثين لمراجعة وتقييم وتحكيم البحوث تمهيدا لنشرها في العدد القادم بإذن الله تعالى. أتمنى لكم جميعا التوفيق، أشكر الحضور الباحثين على تواجدهم وسعة صدرهم، ونعتذر من هذه الانقطاعات التي تمت بسبب القضايا التقنية، قسم من أداء يعني من الجانب الآخر وليس من المنصة، لكن إن شاء الله تكون الجلسة مفيدة وقد أتت كلها
ونتائجها لفائدة الجميع. فيما يخصني أنا يعني أن أنهي الجلسة من الناحية العلمية، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترك المجال للأخ أستاذ عدنان ليختم على بركة الله. نعم، شكرا شكرا، بارك الله بك سعادة البروف سلوان العاني على هذه الإدارة الرائعة لهذه الجلسة البحثية، فجزاك الله عنا كل خير، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتك. وكما تفضلت سعادة البروف، نعتذر عن الخلل التقني الذي حدث في بداية الجلسة، والذي لم نكن يعني نود أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة، لكن هذا توفيق من الله. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم معا بشرح طريقة الحصول على الشهادة في هذه الجلسة البحثية. سوف نقوم بمشاركة الشاشة مع حضراتكم، وننبه أيضا إلى أنه تم وضع رابط الحضور والشهادة في الشات. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث. نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل، ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر لنا كما هي واضحة أمامكم. فبالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة، فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول سوف تنتقلون، سوف يطلب منكم البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ومن ثم ننتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي للمنصة. أما بالنسبة للأعضاء الذين لم يلتحقوا بعد بركب المنصة، فبإمكانهم التسجيل في المنصة بطريقة بسيطة جدا، فبمجرد الضغط على زر سجل مجانا، يتطلب الأمر بضعة أمور بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية، وأيضا بريد إلكتروني فعال، وكلمة مرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن بصددها، أو نختار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل. بذلك ترسل المنصة أو المنصة نعم رابطا على البريد الإلكتروني، فبمجرد الضغط عليه نصبح أعضاء رسميين في المنصة، وننتقل مباشرة إلى ما يعرف بالحائط أو البوابة الرسمية للمحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية، وكما هو موضح أمامكم. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على الجلسات من أعلى الشاشة على الطرف الأيمن، نضغط على الجلسات، وبذلك ننتقل إلى الجلسات، نختار منها اليوم الأول من أيام المحفل. نعم أحبتنا الكرام، نضغط على اليوم الأول، فتظهر لنا جميع الجلسات والمؤتمرات التي كنا اليوم فيها، وندخل إلى المؤتمر الدولي 14 للاتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية. نعم أحبتنا الكرام، قبل هذه الصفحة تظهر هنا زر مكتوب عليه التسجيل، فنضغط على الزر، ومن ثم نقوم بتحديث الصفحة فنحصل على الشهادة. نضغط على الشهادة زر نيل كما يظهر أمامكم، فننتقل مباشرة إلى الرابط الخاص بالشهادة. والشهادة طبعا يوجد منها بعضها برسوم رمزية بسيطة، وأخرى مجانية، وأخرى متاحة لمن يمتلك العضوية الاحترافية في المنصة. فبمجرد الضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية، سوف تقوم المنصة بتحميلها لحضراتكم، وهذا نموذج عن هذه الشهادة كما يظهر أمام حضراتكم، وتشاهدون فيه جميع الرعاة للمحفل العلمي 14 الدولي 14 بهذه النسخة. نعم أحبتنا الكرام، أيضا لمن لم يمتلك رصيدا في حسابه، فبإمكانه الضغط على علامة الزر في أعلى الشاشة من الطرف الأيسر لكل عضو من الأعضاء في المنصة، وبذلك ننطلق إلى صفحة التعبئة الرصيد، والتي توجد بها عدة طرق لتعبئة الرصيد. أنا أنصح بالتعبئة عبر شركاء الحوالات المالية، والتي لديها منصة أريد في كل دولة تقريبا، يوجد لديها شريك من شركاء المنصة لتحويل المبالغ. نعم أحبتنا الكرام، أيضا ننوه إلى أنه إن شاء الله سوف نقوم
برفع التسجيل لهذه المحاضرات وهذه الندوات على الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب، والتي وضعنا رابطها في الشات، وهذه هي الصفحة، فبإمكانكم أيضا الدخول عليها ومشاهدة جميع الفعاليات والأحداث التي تنشر في المنصة. وهذا كما تشاهدون أمامكم حفل الافتتاح ومحاضرة الدكتور سيف، وأيضا اللقاء المفتوح الذي قدم البارحة. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الأمسية الطيبة، ونشكر فيها جميع الباحثين والمشاركين الذين كانوا معنا، وأيضا نشكر سعادة البروف سلوان العاني لإدارته هذه الجلسة، فلكم منا كل التحية والتقدير. ووصلنا معكم إلى ختام هذا اليوم، فنختم بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونستودعكم الله، وعلى أمل اللقاء معكم غدا إن شاء الله في جلسات بحثية متجددة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.